الغوريلا أقرب حيوان للإنسان. حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات تضم العديد من الأفراد تحت سيطرة ذكرا واحدا. مرحبا بكم أصدقائي الكرام. في هذا الفيديو سوف نلقي الضوء على طريقة تعامل الغوريلا مع الجنس الآخر، وسوف تندهش عزيزي المشاهد عندما ترى ما تقوم به الغوريلا. هذا الذكر هو سيد وقائد المجموعة والتي تضم العديد من الإناث والصغار. الغوريلا حيوان عاشب وقوي، وزرعه الأماميتان أطول من الخلفيتان، ويمكن أن تعيش الغوريلا إلى أكثر من 50 عاما. عادة تكون هناك صراعات قليلة بين أفراد المجموعة الواحدة، ويتتشابه كثيرا مع البشر في بعض التصرفات ودرجات الذكاء. وعند التزاوج تقترب الإناث من الذكر القائد، ويستمر التقارب بينهما بشكل مميز يبلغ 15 عاما، والأقوياء منهم يستطيعون السيطرة على مجموعة من الأفراد الجدد. أما الإناث فهي تبحث أيضا عن التزاوج، وفي الغالب هي التي تبدأ بطلب التزاوج، ويمكنها التزاوج من أكثر من ذكر. تضع الإناث صغارها بعد 9 أشهر مثل البشر، وتستمر في رعايتهم لفترة طويلة حتى تكبر وتستقل وتنضم لمجموعات أخرى.